رغم التحديات وصعوبات برامج دعم وتمكين تحمل عناوين مختلفة، تسعى إلى من خلال مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق لتفعيل الدور الاجتماعي التنموي الذي يستهدف فئات عدة أهمها المرأة. أكيد نور، اليوم رح نعرف تفاصيل أكثر. طبعا ضمن الاستوديو معنا الأستاذة فاطمة رشيد وهي مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق. رح نحكي معها على عدد من الأنشطة اللي عم بتقوم فيها طبعا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والبرامج يلي عم بيتم طبعا العمل عليها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، نهاركم سعيد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. وعم نحكي عن موضوع كتير مهم في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، وفي دور كتير كبير عم نشوفه للمجتمع المحلي. خلينا نحكي عن المعايير اليوم ضمن المديرية اللي بتمنحوها لأي حدا حابب يقوم بعمل على الأرض مع المجتمع الأهلي. أول شيء سعد صباحكم، شكراً كثير لهاللفتة الحلوة لتسليط الضوء على عمل المجتمع الأهلي اللي هو ذراع تنفيذي طبعاً للجهود الحكومية بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية صحيح. والعمل طبعاً نحن من ضمن المعايير اللي نحن بنمنحها لتراخيص المؤسسات والمنظمات الغير حكومية، أول شيء نحن بنعتمد على اعتماد الاسم بالدرجة الأولى حتى ما يكون في ازدواجية بالنسبة للأسماء على مسافة القطر. بيتم اعتماد نحن المنطقة الجغرافية، للضروري نحن نحدد وين المنطقة الجغرافية اللي نحن لازم نستهدفها من ضمن التصنيفات اللي هي محددة 9 تصنيفات للمنظمات الغير حكومية، قد تكون خدمات اجتماعية، قد تكون أعمال خيرية، قد تكون بيئية صحية، إلى ما هنالك من التخصصات بالنسبة للتصنيفات اللي هي بتحتاجها المنطقة الجغرافية لتقدم خدمة صحيحة وسليمة وجيدة وجودة بالخدمة بالنسبة للمستفيدين. أكيد. طيب خلينا نروح ونبلش شوي بالفئات اللي عم بيتم دعمها، ويمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر الفئات اللي بحاجة للدعم دائما من الشرائح المميزة اللي بيتوجه إلى الجهود المرأة. في كتير شرائح، خلينا نبلش نفصل أهم الشرائح اللي بتدعموها. طبعا احنا بالنسبه لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل طبعا هي بتستهدف كافه الشرائح اللي هي اشد احتياجا، الاكثر هشاشه فينا نقول، سواء كانوا هن ذوي الاعاقه، الاشخاص ذوي الاعاقه، المسنين، الارامل، الايتام، بحاجه نحن لكل حدا بيقدم خدمه من خلال المنظمات الغير حكوميه اللي هي تعتبر ذراع تنفيذي وشريك للجهد الحكومي. ذوي الإعاقة طبعاً إحنا عندنا كمديرية شؤون اجتماعية بريف دمشق 14 جمعية لذوي الإعاقة تعنى حسب إعاقتهم. نحن من خلال الخدمات اللي بنقدمها كمديرية شؤون بالتنسيق مع الجمعيات اللي هي ضمن تصنيفها إعاقة، أولاً إصدار بطاقة إعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مديرية صحة ريف دمشق بتحديد نوع الإعاقة حسب التصنيف الوطني للإعاقة. بتتقدم الخدمات باختصار إنه نحن في عندنا خدمات صحية سواء كانت أدوية، معالجة فيزيائية، حسب تصنيف او اعاقته، مثلا بحاجه لسماعه، بحاجه لنظاره، فهي بتقوم من خلال المجتمع الاهلي، المنظمات الغير حكوميه، بالاضافه الى الخدمات التعليميه، التمكين، التدريب. في نحن عندنا ايضا مراكز للرعايه الاجتماعيه بالنسبه للاعاقه، مثلا النموذج عندنا القريه النموذجيه بدير عطيه عم تقدم كافه الخدمات الصحيه، التنمويه، التمكينيه، التدريبيه، التعليميه لذوي الاعاقه. بالاضافه نحن عندنا تراخيص لمراكز اعاقه عددها 8 بريف دمشق، عم تقدم بالاماكن اللي ما في عندنا مراكز رعايه حكوميه عم تقدم خدمات لذوي الاعاقه. بالنسبه للمراكز الرعايه الحكوميه نحن عندنا مركز للاعاقه بباب مصلى، بالاضافه نحن هلا بنطور مركزين، واحد بعدرا وواحد بمجمع أطناف، راح يقدم هاي خدمات تمكينية تدريبية كافة الإعاقات بالنسبة لذوي الإعاقة. يعني جهود كبيرة تشاركية عم تقوموا فيها مع المجتمع الأهلي والمؤسسات المعنية، ومثل ما ذكرتي شرائح كبيرة عم تشملها هاي المساعدات. خلينا نحكي عن المرأة، يعني لها دور كتير كبير خلال سنوات الحرب وفي سوريا، وإذا بنحكي عن المجتمع المحلي في كتير برامج قمتوا فيها للمرأة، منا تمكين المرأة من خلال دعمها بمشاريع صغيرة، وتمكين المرأة الريفية أيضا من خلال مشاريع. خلينا نحكي عن المرأة بالذات. هلا المرأة طبعا هي كان لها دور كتير كبير بالحرب، شو ما حكينا عن المرأة نحن ما بنوفي فيها حقها، ما بنعطيها اللي اشتغلته اللي قدمته، خاصة بظروف الحرب اللي مرت فيها، فكانت هي الأساس، وكانت هي التربة الأساسية والينبوع الأساسي كان لتماسك المجتمع خاصة بظروف الحرب، فتحملت كتير أعباء المرأة السورية بداخل الأزمة. من خلال نحن البرامج اللي كان رصدها للمرأة بالمنظمات الغير حكومية كان في مشاريع تنموية، تمكينية، تدريبية نحن للمرأة،
المرأة، كان في حقائب مهنية تم تدريبها عليها وتقديمها للأمهات للمرأة بكافة اهتماماتها وميولها ورغباتها، سواء كانت مثلا تدريبات انه على خياطه، كان اعطاء مثلا ماكينه خياطه، سواء انه من التجميل كان في ادوات تجميليه بكافه لقطه كروشيه. فنحن عندنا كمان مراكز تنميه ريفيه بيتم فيها تدريب وتاهيل المراه مثلا انه على دعمها من خلال مشاغل الخياطه بافتتاحها. نحن عندنا مركزين، واحد بيبرود واحد بحران. طبعا نحن يبرود كان بالفتره الماضيه هو موجود لتقديم الخدمه لمرضى كورونا، ثم بعد كان لاستقبال اهالينا اللي كانوا وافدين من لبنان السوريين. الان نحن في طور انه يكون في عندنا برامج تنمويه للتدريبيه للمراه والفئات الثانيه بيبرود، بالاضافه الى وحدات التنميه الريفيه اللي هي موزعه على مساحه ريف دمشق. في هناك دورات تدريبيه على السجاد اليدوي اللي نحن ما هدد التراث ما بنقدر نحن نستغنى عنه، بالإضافة إلى برامج مرافقة لهذا العمل. أكيد. يعني تقريباً أستاذة من 2020 من وقت ما أجت كورونا إلى اليوم في أزمات متتالية ووضع معيشي صعب وقاسي، عقوبات وغيرها من الأمور العالمية أيضاً اللي عم تلقي على أعباء كلياتها على المواطن بشكل عام، لكم دور بهذا الشيء. بنعرف أنه في فئات تدعم دائماً من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتشبيك مع منظمات غير الحكومية وحتى مع المنظمات الدولية ضمن برامج للدعم. خلينا نحكي عن هذا الشيء، كيف ممكن شخص يروح يتلقى دعم؟ شو هي الطريقة؟ كيف بيسجل؟ مين هم المستحقين؟ يعني اللي بتقولوا أنه أي هذا الشخص اليوم ممكن يقدم؟ طبعا احنا المنظمات الغير حكومية بالتنسيق مع مديرية الشؤون او وزارة الشؤون او كافة المديريات اللي هي بالقطر، طبعا انه من خلال الاعباء، في اعباء كثير سواء كانت ظروف اقتصادية ظروف اجتماعية اثرت كثير على هذا الجانب، صار في ضغط كثير عمل على المنظمات الغير حكومية لتقديم المساعدة. نحن بالدرجة الأولى أول شيء نحن بحاجة إلى نرفع الوعي المجتمعي بإعطاء الأهمية الكبيرة نحن للمنظمات الغير حكومية، لأنه لها دور كتير أهمية بالنسبة للتنمية المجتمعية. دائما كان المواطن يلقي اللوم والعتب إنه على إنه لازم يأخذ كل الخدمات هي من الجانب الحكومي، فالجانب المنظمات الغير حكومية لها دور كتير كبير بالتنمية المجتمعية بتقديم الخدمة للشرائح بكافة احتياجاتها، سواء كانت مساعدات، سواء كانت تنموية، تدريبية، تعليمية، بكافة التوجهات اللي بترفع من العمل المجتمعي. طبعا احنا بالنسبة للمساعدات، في اي حدا اي مواطن بحاجة الى مساعدة فورا بيتوجه للمنظمة الغير حكومية الموجودة بمنطقة الاستهداف بموزع بريف دمشق. بيتم استقبال المواطن، تقديم استمارة، دراسة اجتماعية من خلال فريق متدرب اجتماعيا على اعداد دراسة الحالة. بيتم دراسة الحالة، فهي بتتم رفض شو هي الاحتياجات اللي بيحتاجها المواطن، بتم تقديمها من خلال الخدمة الموجودة بالمنظمة الغير حكومية. في حال ما كانت موجودة هيدي الخدمة بتم تحويله لمنظمة غير حكومية بمكان تاني تتقدم له الخدمة. طيب كيف تتأكدوا انه فعليا من خلال متابعتكم مع المؤسسات ان كان غير الحكومية ايصال المساعدات لهذول الاشخاص؟ يعني كثير بنسمع بعض التفاصيل انه في كثير ناس مثلا سجلت ما وصل لهي المساعدات، ما عم توصل لمستحقيها او حسب المنطقة، فكيف تتأكدوا فعليا انه هلا عم توصل بشكل صحيح؟ صحيح كلامك. هلا اول شيء هو المراقب على اداء عمل المنظمات الغير حكومية هو المواطن، وقت ما تتقدم له هيدي الخدمة فمباشرة بحق له ينزل على مديرية الشؤون بيقدم شكوى نظامية وبترفع للرقابة الداخلية بوزارة الشؤون للتدقيق بعمل المنظمة الغير حكومية. بطبيعة الحال نحن في عنا دائرة الخدمات الاجتماعية، في فريق موجود بيتابع دائما عمل المنظمات الغير حكومية ضمن الشكاوى وضمن الاحتياجات اللي عم تتقدم للمواطن. ونحن كل يوم أربعاء في عنا، نحن بشكل يومي بس يوم الأربعاء هو محدد للمواطنين. أكيد. يعني إذا بدنا نحكي شوي عن التشاركية، ما فينا ما نذكر أنه بالفترة الأخيرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عملت تجربة يمكن كانت الأولى من نوعها وفريدة جدا بسوريا، ابتداء من منصة تشارك وصولا لشمل، واللي هي كانت بصمة مميزة. بنتمنى هذا الشيء نوجد بكل الوزارات، اللي هو أنه ما يكون في صوت واحد موجود، في سماع لجميع أصوات الفاعلين على الأرض سواء كانوا
من جهة حكومية أو من جهة غير حكومية لحتى العمل يعطي نتيجة، قديه عم بتكرسوا مفهوم التشارك بينكم كجهات ترعى وكجهات رقابية على العمل وبين المنظمات غير الحكومية؟ هلأ أكيد التنسيق والتشاركية بأي عمل بيعطي نتاج صحيح للعمل وبيعطي جودة بالخدمة للمستفيدين وبيعطي صدق للعمل. فالتشاركية بكافة القطاعات هذا عمل كتير أساسي لتنجح بأي عمل أو نشاط بدك تشتغلي عليه ضمن مخرجات فعلا من خلال متابعة السيد الوزير لعمل المجتمع الأهلي. كان في عندنا فعلا منصة تشارك بالإضافة إلى بعد أنه ورشات شمل اللي هي شملت كافة المبادرات كافة الفرق التطوعية كافة أي حدا بيحب يشارك ضمن هاي الورشة يعطي رأيه يعطي أفكاره كان ما في مشكلة. التشاركية بتعطيك أول شيء بتنمي روح الإنماء عند الشباب بتحسسه بأهميته بالمجتمع بتعطيك تعبئة الطاقات البشرية والمادية بمكان الصحيح لتطلع بمخرج أساسي بعمل اجتماعي. التشاركية بتعطيك بتعرفي وين القدرات والمهارات المتميزة عند الأفراد لتقدري أنت تعملي قيادات وتوصفية صحيحة لتتحمل مسؤولية مجتمعية. فنحن موضوع التشاركية بالعكس لازم نحن كلاتنا كل المؤسسات كل الوزارات يكون في تنسيق بعمالة كامل يكون في تشاركية بأداء نحط وين في نحن عنا نقاط قوة نقاط ضعف وننطلق لأساسها. ما في شيء نقول نحن هذا إلي هذا بخصني هذا من لا التشاركية وتوزيع المهام والأهداف بنوصل لمخرج صحيح بتوصل خدمة صحيحة أحسن من ازدواجية العمل. عندي نشاط معين أنا عم نفذه وزارة الإعلام عم تنفذه وزارة الإدارة المحلية عم تنفذه لا مجتمع كلنا بننفذ هذا النشاط بيطلع مخرج صحيحي وبتوصل خدمة صحيحة للمواطن. طيب خلينا نحكي عن آلية عمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق يعني يعطيكم ألف عافية لأنه لما نحكي عن ريف دمشق نحن عم نحكي عن أكثر المناطق تضررا خلال الحرب فأكيد هون عم نحكي عن آلية عمل وجهود كبيرة عم تقوموا فيها سنويا بشكل مستمر. فكيف بيتم الشغل عندكم؟ كيف فعليا بتقولوا في عنا بعض الأهداف اليوم خلال هاي السنة بنحققها؟ ونحن بنعرف إنه نحن بشهر 8 يعني سنويا عم يكون في عندكم كثير من الأعمال والجهود الجبارة ونحن عم نقول دائرة الجهود عم تكبر للأسف ما عم تصغر لأنه نحن بوضع اقتصادي ومادي جدا صعب فالمسؤولية عم تكون مضاعفة سنويا. أكيد إحنا الظروف والتحديات هي كبيرة على عاتق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل رغم أنه كادرها قليل بالنسبة للإمكانيات اللوجستية كمان فينا نقول أنه هي كمان قليلة بس نحن لا منتحدى هيدي التحديات. في عنا كادر كتير مرتب عم يشتغل على مساحة ريف دمشق المساحة الواسعة كاملة. طبعا إحنا أكيد في لازم يكون في عنا أهداف لازم يكون في عنا برامج وخطط نحن راسمينا لنشتغل ضمن نتجاوز هيدي التحديات هيدي الأزمات اللي موجودة بالنسبة لنخفف أعباء عن المواطنين طبعا من خلال أنه تقديم الخدمة الصحيحة لذوي الإعاقة للمسنين للأيتام. طب في شيء نحن عم نشتغله خطة أسبوعية مع المنظمات الغير حكومية لنخفف أعباء عن المواطنين ونقدم خدمة صحيحة أكيد ضمن الأولويات طبعا. طيب اليوم وهيك قبل ما نختم حديثنا اليوم في كتير هيك أهمية بأنه نحن يكون في شيء اسمه تفاعلي مثل ما حكينا ببداية الحديث فقديه كمان بتشوفوا اليوم في يمكن مشاكل من خلال هاي الورشات اللي عم تعملوها مؤخرا عم تلقي الضوء على هاي المشاكل الصغيرة لحتى تنحل يعني يمكن منطقة معينة صح عم بيتم مثلا توزيع فيها أو في برامج أكيد. ولكن في بعض الأخطاء أو بعض المشاكل صرتوا تسمعوا وخصوصا أنه شارك معكم بالورشات التفاعلية مو بس الفاعلين من المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية شارك أشخاص هن فاعلين بالرأي شفنا محاميين شفنا كتير فئات شاركت بهاي الحوارات. هلا كثير هي بالنسبه للورشات واللقاءات والندوات والحوارات اللي هي عم تصير من خلال وزاره الشؤون الاجتماعيه كثير اساسيه وضروريه ولازم هي مستمره ما توقف على شمل لانه فعلا انه شمل هي حطتنا اعطتنا بدايه الطريق تمام بدايه الطريق انه انت في كثير افكار في كثير مشاكل انطرحت نحن سواء قانونيه اجتماعيه ظواهر اجتماعيه نحن لازم نوقف عندها نحن كبطاله كتسول كيف لازم نحن نكون في حلول كيف لازم يكون في تشاركيه وتنسيق كامل على كافه القطاعات والوزارات لنحد من هاي الظواهر اللي هي ظهرت ما بعد الحرب صحيح فهذا الحكي نحن بحاجه بعد الحرب فنحن بحاجه للاستمراريه ومتابعه مخرجاتها والحلول يعني طرحنا مشكله كان في مقابله انه نحن عده حلول لنحد من هذه الظواهر اللي صارت موجوده
ختاما خلينا نقول شو البرامج فعليا اللي عم تحضروا لها بدكم تطرحوها قريبا؟ يعني نحن عم نحكي عن مشاكل عديده وعم نحكي عن جهود كثير كبيره، في برامج جديده عم تحضروا لها ممكن تطرحوها قريبا ولا مستمرين بالدائره الموجوده حاليا؟ لا هلا نحن مستمرين بضمن خططنا، البرامج اللي نحن اللي هي عم تنشغل عليها من خلال وزاره الشؤون الاجتماعيه واللي هي اولويه بعمل وزاره الشؤون من قبل السيد الوزير والمديريات، هي اول شيء هي تبسيط اجراءات العمل بالنسبه للتخفيف عن المواطن، هي بالدرجه الاولى. ما بعدها هي انطلاق كان في انه للرؤى وتعديل بالقوانين الناظمه لعمل المنظمات الغير حكوميه بالنسبه لقانون الاعاقه، بالنسبه لقانون الاحداث، هذول كان من ضمن الاساسيات والاولويات اللي عم تشتغل عليها وزاره الشؤون الاجتماعيه. بالاضافه عم نحط نحن هلا خطط وبرامج التي تنعمل بشكل ضمن الواقع وقريبه من الواقع التي تنشغل وتخفف عبء عن المواطنين وعن المنظمات الغير حكوميه. اكيد بالختام بدنا نتشكرك على وجودك معنا على كل المعلومات، نتشكر كل الفرق اللي عم تعمل إن كان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمال أو المنظمات غير الحكومية إيد بإيد، لأنه غير هيك ما رح تنحل الأمور مثل ما قلنا. شكراً كثير لوجودك معنا. وأنا بشكركم كثير لكادر الإخبارية وللبرامج اللي عم تقدموها وللفتة الحلوة ولتسليط الضوء على كل عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات الغير حكومية، وأكيد نحن وزارة الإعلام شريك أساسي لتسليط وين في نقاط خلال، وين في متابعات جاهزة وزارة الشؤون الاجتماعية بكوادرها لتعالج وتحل هذه. يعطيكم ألف عافية. ويمكن ذكرتي أهم نقطة لاستمرارية العمل هي التشاركية مع جميع المؤسسات المعنية وجهود كبيرة عم تقوموا فيها. شكرا كثير إليك. شكرا لكم صبايا.